أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم من جديد في لقاء آخر من اللقاءات التي تخصصها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لتعريفكم من مختلف القطاعات التابعة لها. اليوم سوف نخصص هذه الحلقة لتقريبكم أكثر من دور المديريات الإقليمية، وبالخصوص المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتازة. ولتقريبكم أكثر من دور هذه المديرية ومختلف الاستثمارات والمشاريع التي تقوم بها، يسعدني أن أستضيف في بلاتو القناة السيد هشام فريندي، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بتازة. أهلا وسهلا بك سيد. شكرا لكم الضيافة. لا شكرا عاوز. أولا سيد فريندي، تحدث لنا عن الاستثمارات التي تقوم بها المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بتازة خلال الفترة 2012-2015. الإشارة يبلغ طول الشبكة الطرقية بإقليم تازة حوالي 1130 كيلومتر، منها طرق وطنية جهوية وإقليمية، 1000 كيلومتر معبدة في حالة متوسطة إلى لا بأس بها. إذن كذلك تستفيد أو يستفيد إقليم تازة من حصة من طرق السيارة 72 كيلومتر، حيث أن الطريق السير التي تربطه ما بين فاس وتازة إلى وجدة عندنا 72 كيلومتر في الإقليم ديال تازة. فيما يخص المشاريع المنجزة خلال فترة 2012-2015، كانت القيمة المالية 63 مليون درهم، وتتهم بناء وتهيئة الطرق خصوصا في العالم القروي، ملائمة وصيانة الشبكة الطرقية، وكذلك صيانة المنشآت الفنية والبرنامج التأهيل الترابي. وماذا عن الاستثمارات التي توجد الآن طور الإنجاز والاستثمارات المستقبلية التي تبرمجها المديرية؟ إذن فيما يخص المشاريع اللي هي في طور الإنجاز، تبلغ القيمة ديالها 317 مليون درهم في قطاع الطرق، وفي قطاع التجهيزات العامة 67 مليون درهم. فيما يخص قطاع الطرق، هناك بناء وتهيئة الطرق، تتمت برنامج وطني التاني الطرق القروية، صيانة وملائمة الشبكة الطرقية، بناء وصيانة منشآت الفنية، وكذلك برنامج التأهيل الترابي تتم ديالو التي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك البرنامج الخاص لتحسين السلامة الطرقية. أما فيما يخص الجهات العامة، هناك بناء مقر المدير الجهوي للأمن الوطني ب 35 مليون درهم، وكذلك بناء حلبة السباق بحوالي 14 مليون درهم، وكذلك بناء عدد من المساجد في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما فيما يخص المشاريع الطرقية المستقبلية، يعني 2016-2020، هيكون واحد استثمار جد مهم، تبلغ 1067 مليون درهم في قطاع ديال الطرق، ويهم بناء وتهيئة الطرق، بناء توسيع وتقوية بعض المحاور الطرقية المهيكلة، وغيكون في إطار اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي اللي فاس مكناس، المجلس الإقليمي ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية. حصة ديال الوزارة ديال الجهة تكون 8% والشركاء 20%. غير هنا الإشارة، غادي إن شاء الله نقوم بتوسيع وتقوية هذه الشبكة الطرقية على طول 417 كيلومتر بكلفة تقدر 550 مليون درهم. وهاد إن شاء الله هاد الاتفاقية غتمكن من تحسين الشبكة الطرقية والخدمات بالنسبة لمستعملي الطريق على مستوى إقليم ديال تازة إن شاء الله. كذلك هناك صيانة وملائمة الشبكة الطرقية، غتكون إن شاء الله بناء وصيانة المنشآت الفنية، واحد العدد المنشآت الفنية، برنامج التأهيل الترابي إن شاء الله هذا، وإعادة هيكلة بعض المحاور الطرقية، وذلك عن طريق مصلحة ديال السوقيات معدات تابعة للمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بفاس. نعم سيد فريندي، ومن بين المشاريع الرائدة التي تقومون بإنجازها هناك الطريق السريع تازة الحسيمة، أين وصلت الأشغال بهذه الطريق؟ إذن فيما يخص هذا المشروع يندرج في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، واللي كان توقع ديال هذه الاتفاقية للإشارة والتذكير كان أمام أنظار صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمدينة الحسيمة يوم 15 يونيو 2010. الأهداف المتوخاة من هذا المشروع يجب أهداف جد مهمة، وهي تعزيز البنية التحتية بالجهة، الرفع من مستوى الخدمات، وكذلك تأمين انسيابية حركة السير خصوصا في الفترة الصيفية، الفترة الصيفية اللي تتعرف حركة السير جد كثيفة ومهمة، وذلك وتقليص مدة التنقل، كذلك تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بفضل تطوير نقل البضائع.
وأين وصلت هذه الأشغال بالنسبة مئوية مثلا لتقريب الجمهور أكثر؟ فيما يخص هذا المشروع غير الإشارة تبلغ الطول ديالو 148 كيلومتر ونص، الكلفة ديالو أو القيمة الإجمالية ديالو 3300 مليون درهم، 330 مليار سنتيم. كاين فيه 48 منشأة فنية قنطرة، يعني مشروع جد جد مهم، مشروع وطني ومشروع جد جد مهم. فيما يخص التقسيم ديالو، التقسيم ديالو على ستة أشهر، كان شطرين عند المديرية الإقليمية اللي تجيزو نقل للحسيمة، وبالنسبة لتازا عندها 100 كيلومتر لأربعة الأشهر. الشطر الأول تبدا من أجدير ابن بوعياش على طول 16 كيلومتر أشغال انتهت منتهية. بالنسبة للشطر الثاني في الحسيمة تبدا من أجدير إلى قاسطة 14 كيلومتر في طور الإنجاز و 18 كيلومتر في طور الصفقة عن صفقة الأشغال، يعني عن صفقة الأشغال. فيما يخص الإقليم ديال تازا اللي تتوفر على 100 كيلومتر، الشطر الأول تبدا من تازا إلى حدود بدل الطريق السريع السيار على طول 6 ديال الكيلومتر، تقدم الأشغال حوالي 91%. الشطر الثاني من بدل الطريق السيار إلى حدود حج جبرنا على طول 29 كيلومتر، تقدم الأشغال 92%. وكذلك الشطر الثالث تبدا من حج جبرنا إلى أكنول على طول 26 كيلومتر، تقدم الأشغال 45%. والشطر الرابع من أكنول إلى قسيطة على طول 36 كيلومتر، تقدم الأشغال 19-20%. إذن لتقريب المشاهدين أكثر، متى يعني من المتوقع أن تنتهي هذه الأشغال؟ إن شاء الله إن أراد الله الرحمن الرحيم انتهاء الأشغال يكون في الشهور الأولى ديال 2018. والإشارة هنا السيد معالي السيد الوزير قام بتصريح أمام البرلمان بأنه إن شاء الله الأشغال غادي تكون إن شاء الله منتهية في الشغل الأولى ديال 2018 إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأكيد أن إنجاز هذه الطريق ونظرا لصعوبة التضاريس في إقليم تازا واجهتكم العديد من العراقيل أثناء إنجاز هذه الطريق، ما هي العراقيل التي واجهتموها؟ ككل مشروع هناك عراقيل، خصوصا حينما يتعلق الامر بمشروع ديال الطريق السريع، طريق مزدوج تربط ما بين تازا والحسيمه والتضاريس وعلى التضاريس. غير من الاكراهات اللي تنواجهها في الحقيقه هي تحويل الشبكه ديال الماء الصالح للشرب، الاعمده الكهربائيه، الهاتف وقنوات الري، كذلك انجرافات التربه خلال انجاز خلال انجاز الاشغال، لانه كما تتعرفوا تماك التربه لا مانغريز تيكون لي غليسمون ان بريفيو، دونك مسائل اللي تنواجهها الاشغال بطريقه ماشي تتوقف، تنتخذوا اجراءات استباقيه باش ما توقف الاشغال. الحمد لله كاين الكفاءات التقنيه اللي تجعلنا انه نشتغلوا ونواصلوا الاشغال ديالنا باش ما يكونش اكيد انه كيؤدي للتاخير. هذا هو السبب، علاش من الاسباب اللي غتؤدي، ما نقولوش تاخير، ربما التأجيل ان شاء الله تسليم المشروع يمنع. كذلك كاين المشكل ديال اخلاء محارم الطريق، يعني تنقوم بمجهود جبار مع كافه المتدخلين والشركاء ديالنا، خصوصا السلطات الاقليميه على الراس ديالهم السيد عامل اقليم تازا، وكذلك السلطات المحليه لاقناع المواطنين الساكنه لاخلاء محارم الطرق. كذلك اجراء اشغال مهمه ديجا، انجاز اشغال اثناء تحت حركه السير، وهذه مساله اللي صعيبه بزاف، يعني ماشي كي طريق السير، طريق السير تنجزوه في سيت بروبر ما كاينش، مي هذا طريق سريع مزدوج، حنا تنجزو الاشغال وكاين حركه السير، وبالتالي خصك ضمان سلامه مستعمل الطريق، ويكون الاشغال اللي ضمن كما تنقولوا الحقوق ديال مستعملي الطريق على مستوى الطريق الجوي 505 اللي تتربط ما بين تازا الى قسيطة، والطريق الوطني رقم 2 تتربط ما بين قسيطة الى الحسيمة. اكيد يعني نتمنى ان ينجز هذا الطريق في المواعيد المقترحة. سيد فريندي، من بين ايضا المشاكل التي تواجهونها الظروف الطبيعيه التي تعرفها هذه المنطقه، فماذا يعني ما هي الاجراءات التي تقومون بها يعني مواجهه هذه الظروف الطبيعيه، مثلا كتساقط الثلوج، خاصه ان هذه المناطق تعرف تساقط ثلوج كثير؟ فيما يخص سؤال وجيه، تنشكركم على التوجيه ديالو. فيما يخص مساله ديال هذه النقطه ديال ازاحه الثلوج، غير هذه الاسابيع الفارطه في يناير وفبراير وبدايه مارس قمنا بعمليات
جد مهمة تخص إزاحة الثلوج على مستوى عدد من الطرق. غير الإشارة، عندنا في الإقليم ديال تازة تقريبا واحد 230 كيلومتر تعرف تساقطات ثلجية تتوزع ما بين الريف لو بريغيف وما بين جبال الأطلس المتوسط. إذا الإجراءات التي تنقوم بها هو تكون إجراءات استباقية، يعني تنحضروا الآليات تنوجدوها قبل في يعني في الفترة الصيفية تنحاولوا نوجدوها الآليات، كاسحة الثلوج بكل الأنواع ديالها، تنوجدوا داك المواد اللي تنستعملوا لإذابة ديال الثلوج سكون أبل بوتزولان إي الملح لو سيل، تنقوموا بتكوين السائقين ديال الآليات وتنأطرهم باش لأنه السلامة ديالهم والتدخلات باش تكون سريعة وإزاحة الثلوج تكون واحد الظرف وجيز. وفي هذه السنة هذه كنا خدمنا بكل صراحة، قمنا بواحد العمل اللي هو بكل صراحة جبار. شخصيا كنت أنا تنواكب هذا الفريق، هذا الجبل بويبلان، الطريق الجهوية 507 اللي تطرت ما بين تازة وبويبلان عبر مغراوة اللي تقطعت عدة مرات، مي الحمد لله التدخلات ديالنا كانت آنية ومكننا مستعمل الطريق باش ان شاء الله باش يستعملوا الطريق في ظروف حسنة وتضمن لهم السلامة ديالهم. إذا شكرا لك سيد فريندي، حلقتنا وصلت إلى نهايتها، شكرا على قبولك لدعوتنا وعلى الأجوبة التي قدمتموها لنا. أعزائي المشاهدين، أشكركم على تتبعكم وإلى اللقاء المقبل إن شاء الله.